السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. هاي السي مختار، هذا هو الكلاش تاع بلاسترا كي نحيت هذايا، انا ميت نحكم بسيف في السوباب هذا، يشوف كي نحيته كسر ديجا، نيجي معنا نيش بدون دور، نيش بدون دور بالبانس هذايا، زوز تكسرت منه اللي باقي اللي قلت لك عليها هذيا. شفتها اللي باقي اللي هي لحمة مع الكلاس هذي، ها نزيد نوضح لك البهي. شفتها هذي واحدة مع الكلاس اللي تركب فيها اللي جوان تاع السوباب، اللي يركب فوق جوان السوباب هذي من هني بالضبط. أول مرة نحل الكلاس كيف نك السوباب ما يحبش يتنحى جمناس إلا بالصيف هذي يتنحى. شفت كيفاش تكسرها هون اللي باقي تجي هذه هي الوحدة اللحمة مع الكلاس تجي فوق الجوان سوباب. شفت كيفاش نحاتها أغزر، وهذه نفس الشيء زاد كيف كيف ما يحبش يقطع سوباب، ما هذا هو معناه اللي محيرني، خاطر هو التشينك بتاعو تقطط، الواحد الديستريبيسيون بتاعو تقطط. هذوما زوز تعوجوا، اهلا سي مختار، كان نجم تقول لي ندران عندي البرودوي تاع الالومنيوم نجمش نلحمو معناها مع لي جوان دي سوباب، معناها نلحمهم الزوز غادي كي يوليو فيكس، فهمت؟ وانت ادرى انت اللي تعرف، بارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تو المشكلة اللي عنده كونه تقطعت له الكاتينة أو الشين وكسرت له سباب الفالفلي وتعوجت وتكسرت من حاها من كلاس كان بالسيف، وفي نفس الوقت كسرت له القيد سباب اللي هو هذايا القيد اللي هو الدليل نتاع السباب اللي يمشي فيها ويجي، كسرت القيد هذايا تكسر. طبعا هي الشين ديستريبيسيون على الكاتينة وقت اللي تتكسر وقت اللي تتقطع تعمل مشكلة كبيرة في المحرك، يعني الدقدقة يعني بالخاصة السوبابات والأربراكام والدنيا كل تكسرها، يعني بالخاصة كان يمشي مثلا بسرعة ولا غير سرعة، حتى من غير سرعة يعني تكسر كل شيء. وطبعا هذا ناتج عن أشياء ممكن هو يعني أما جاء وقت الكاتينة ما غيرهاش أو تكسر له طوندير يعني الشداد او تكسرت له بنيو، ما هو ما حكاش، هو قال انا تقطعت الكاتينه وما حكاش علاش، ويسال هو عنده الكلاس هذا مكسر والسباب مكسره، قال لي نجم نلحمهم ولا لا. هذا من مليون مستحيل انك انت باش تلحمهم هذوما، اولا ان انا لقيت السباب هذا ما تلحمش، هذا يمشي التورنال يتغير خراط، بما انك انت في اوروبا ما عرفش وين بالضبط، طبعا القيد والامور هذه ما تلقاهاش باش تخدمها لك الخراط، صعيب ياسر، وحتى يخدمها لك ما تنجحش ما ننصحكش بها، واللحام ما ينجحش فيه مليون في المية طبعا. هذايا السباب تكسرت، وطبعا الموتور تأثر كله يتأثر. الحل عندك زوج حلول، الحل الوحيد الأولاني هو أنك تمشي أنك تمشي للفيراي بياس أوكازيون وتاخذ كلاس كامل كما هو بسباباتو باربراكام وبدينيتو بجوان كلاس نتاعو وتحطه، يعني كامل ما ينقصو شيء، ما تعمل حتى شيء انت بسباباتو بانجكتراتو بوجياتو بكله كامل وتحطه كما هو وبجبان كلاس نتاعو يعطيه لك معاه اذا كان لبس عليه وتركبه وتخدم وتشوف. هذا الحل الاول. الحل الثاني ونصيحة من عمك مختار، اذا كان الموتور موجود بدل الموتور كامل وحركة ضمة، هذوما راهم الفراع نتاعهم ما يحبوش الفراع، ما ينجحوش ما يصلحوش، برشا ناس تعاند، برشا ناس تعاند وتحب تصلح، كما تو انت تسالني تقول لي نلحم، واش تلحم بالله في هذا؟ ما عندك ما تلحم، هو هذا حتى هنا في تونس ونلوحوه نرموه يعني ما نخلوش
يعني مش انت في اوروبا ولا غيرها، احنا هذا في تونس ما عادش تخدم لان يعني تكسرت الجيسيباب، حتى يتخدم نسبة نجاح بتاعه 50%. ولهذا ما ننصحكش انت باش تعمل حتى شيء في الموتور هذا. نصيحة خوية من عمك مختار، بدل موتور كامل. تحب ما تقول لي موتور كامل ما نقدرش نشريه ولا ما فماش كيفاش ولا ما عندناش، على الأقل دبر كلاس كامل مسكر، الشيش كلاس مفرك وتعمل سيبابات، لا اشتري كلاس مسكر كما هو وحله كما هو وحطه كما هو فقط كامل، ما ينقصه شيء. حتى مش جوان كلاس جيبه معه، إذا كان عنده ولا الفراي جوان كلاس يعطيك معه جوان كلاس، مش هكاك ترتاح وتقضي على المشكلة، لأن المشكلة كما هذا راه ما تنجمش تعمل فيه حد شيء. هذه نصيحتي ليك، طلبت مني النصيحة إن شاء الله تنفعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هاي اسم مختار، هذا هو الكلاس تاع بلاسترا كي نحيت هذايا، أنا ميت نحك كم بسيف السوباب هذا، يشوف كي نحيته كسر ديجا، معناها نيش بدون دور، نيش بدون دور بالبانس هذايا، زوز كسرت منه اللي بانك انا قلت لك على هذيا، شفتها اللي بانك اللي هي لحمة مع الكلاس هذيا، نزيد بحرك البهج، شفتها هذه واحدة مع الكلاس اللي تركب فيها الجوان تاع السوباب، يركب فوقها جوان السوباب هذه من هنا بالضبط. أول مرة نحل الكلاس كيف نك السوباب ما يحبش يتنحى جمس إلا بالصيف، هذا يتنحى شفت كيف كسرها هون اللي باقي دي، هذه هي الوحدة اللحمة مع الكلاس تجي فوق الجوان السوباب، شفت كيف نحاتها أغزر، وهذه نفس الشيء زاد كيف كيف ما يحبش يقطع السوباب، هذا هو معناه اللي محيرني، خاطر هو التشينك بتاعه تقطع، الواد يصير بالسون بتاعه تقطع، هذوما زوز تعوجوا، أهلا هذوما زوز تعوجوا. كان نجم تقول لي ندران عندي البرودوي تاع الألمنيوم، نجمش نلحمو معناها مع اللي جوان دي سوباب، معناها نلحمهم الزوز غادي كي وليو فيكس، فهمت؟ وانت ادرى انت اللي تعرف، بارك الله فيك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.